إذن على المبشر المشير الأوفياء مشاهدي قناة شوف تي في أينما كنتم الآن، ومرحبا بكم معنا في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. حنا حاليا كنتواجدو في أحد الأسواق الشعبية مدينة كازا اللي هو سوق البحيرة، باش نقربكم من الأثمنة ديال الخضرة ديال الكسكسو، بحكم أنه اليوم يوم الجمعة، أكيد المغاربة كاملين كيتغداو واحد الغداء اللي موحد عند جميع المنازل فهو الكسكسو. الكسكسو عنده قوامه بطبيعة الحال، حنا المغاربة ولفنا أننا ناكلوه في الجمعة، وكيتختلف من حسب كل منطقة وكيفاش كيطيبوا الكسكسو ديالهم وأنواع ديال الكسكسو. فكاينة كسكسو ديال باداز، كاين ديال سبع خضاري، كاين ديال الحمراء، يعني الكسكسو أنواع والطريقة باش كيتحضر على حسب كل منطقة. فحنا اليوم جينا باش نقربكم من الأثمنة ديال الخضروات اللي كنعرف بعدا الأساسية ديال الكسكسو، منها القرعة، منها ليشو، منها اللفت، منها السلاوي، منها القرعة كورجيت إلى آخره. فنحاول نقربكم من الأثمنة ونرجع لكم مشاهدينا. فبالنسبة هي دايرة 6 دراهم، يعني تبارك الله شتي كيفاش دايرة، يعني بحال الحجره الحمراء ضروري خصها تكون في كسكسو، فكابيتان ديال الخضار كما تنقولوا في كسكسو ضروري، الا ما كانش راه ما كاين والو، كاين اللي كيموت عليها انها تكون في كسكسو. كاين خيزو مشاهدينا حتى هو، كاين السلاوي ها هو اللي شتو كذلك حتى هو كاين 3 دراهم. بالنسبه اللفت بالانواع ديالو ديال 4 دراهم الكيلو، والقرعه كورجيت دايره حتى هي 4 دراهم الكيلو. فالحمد لله حتى بالنسبه للناس كيبغيو ياخذوا الطروفه ديال ليشو، هما راه كاينين طروفه ديال ليشو صغار، ف الأثمنة راه كاينة مناسبة. بطبيعة الحال هادشي ديال الدراوش، يعني اللي بغا يدير قصيد اليوم اللي متقداش البارح كيشي، فحنا غادي نسولو. بغيت نسولك القصريد الذكري شحال كطلع؟ اليوم هذا الاختصاص داك الشيء دايرين الكوار والهوته انا واحد السؤال قال لك القصريد الذكري شحال كطلع؟ القصريد الذكري دينا البقري، البقري اه 6000 ريال قصري ذكري 6000 ريال. بشاخ ٣٠٠ درهم مشاهدينا قصري ذكري، وذوك هذا راه غالي بعدا، هادشي غير اللي هادشي ها هو الطريف كنطيح لهم هنايا ديال لي شو كما كتشوفوا معنا مشاهدينا، يعني 6000 ريال باش كطلع قصري ذكري غير بقري بلا غنمي هادشي، يعني كما قلت لكم على حسب كل منطقه كيفاش كيحضروا الكسكسو ديالهم. اللي جا للمناطق ديال المغرب وكان كسكسو في اي بلاصه طبعا يلقى كاين واحد الاختلاف ديال الناس اللي كيفاش كيحضروا الكسكسو ديالهم. فراه غير ماشي الخضره ديال الكسكسو اللي كاينه مشاهدينا، كاينه حتى الخضره الاخرى بحال مثلا البصله هي حتى هي راه موجوده، مطيشه حتى هي موجوده، كاين الخيار، كاين الحامض، يعني بزاف الحوايج موجودين هنايا. اللي بغى يتقدى يجي، حنا كنتواجدو في سوق البحيره. كما كتشوفوا معنا إذا هنا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية البث ديالنا، شكرا لحسن المتابعة، نلقاكم بث آخر إن شاء الله مع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.